بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. افتتحت الجلسة. السادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون، طبقاً للفصل 100 من الدستور وعملاً بمقتضيات النظام الداخلي لمجلسنا الموقر، نخصص هذه الجلسة للأسئلة الشفهية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، ويتضمن جدول الأعمال أو أعمال اليوم 29 سؤالاً شفهياً موزعة على قطاعات مختلفة. والآن قبل أن نبدأ في بسط الأسئلة، أطلب من السيد أمين المجلس تلاوة المراسلات الواردة على الرئاسة، فليتفضل مشكوراً. شكراً سيدة رئيسة. توصل مكتب المجلس بالنصوص التشريعية التالية: مشروع قانون رقم 7013 يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، أحيل للمجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية. مشروع قانون رقم 5115 يقضي بإعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس، أحيل للمجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية. مشروع قانون رقم 110/14 يتعلق بإحداث نظام تغيير عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 1799 المتعلق بمدونة التأمينات. مقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 113/14 يتعلق بالجماعات، تقدم به السيد عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية وباقي أعضاء فريقه. مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57/11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل اتصال السمع البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستشفائية، تقدم بالسيد دريس شقار المختار راشدي وباقي أعضاء الفريق الشراكي. مقترح قانون يقضي بتعديل القانون رقم 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل اتصال السمع البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، تقدم به السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. مقترح قانون يتعلق بشفافية علاقات المؤسسات أو الشركات التي تعطي العلاجات أو تنتج أو تتاجر في المواد الصيدلية أو البيوطبية أو المستحضرات التجميلية أو المستلزمات الطبية بمهنيي الصحة وجمعيات المرضى، تقدم به السيد عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية وباقي أعضاء فريقه. السيد وديع بن عبد الله رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار وباقي أعضاء فريقه. السيد محمد الأعرض رئيس الفريق الحركي وباقي أعضاء فريقه. السيد رشيد ركبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي وباقي أعضاء فريقه. السيد محمد العسل منسق المجموعة النيابية لتحالف الوسط وباقي أعضاء مجموعته. عدد الأسئلة الشفوية والكتابية والأجوبة الكتابية لتوصل بها مجلس النواب إلى حدود 12 و19 أبريل 2016. توصلت رئاسة مجلس النواب بما يلي: 19 سؤالاً شفوياً، 186 سؤالاً كتابياً، 178 جواباً عن أسئلة كتابية، والأسئلة الكتابية المتبقاة دون جواب 8001. شكراً سيد رئيس. في البداية